وتسيبيني اعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسه الجديده خليها تيجي تطفح. يا قلبك بتعملي لها العشاء بنفسك كمان؟ زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. غوري من وشي يا زينب غوري. ده انتوا عيله تشيلي. عملت اللي قلتيلي عليه بالظبط، وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه، وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما رح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما رح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطري اني جايه معك. تفضلي. استني يا ست افتحلك. تفضلي. بدي انطر فواز. كفرة لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. سأتلك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده، بس خفي شوية، أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حبس حالي بالأوضة لك خايفة أقدر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك ايه، انت وحشتيني قوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل واحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض، بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا اختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحة حبيبتي؟ فين سميحة؟ انا هو يا رمية. اسم الله عليك، الواد تعبني قوي يا فواز لحد ما نام غلبني الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه. حته منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفه ولا ايه؟ ده الليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. بسم الله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري، انما ايه عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي فول. دي مربى بقى اسكندراني تستاهل بقك. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري. مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحة يا بنات بالراحة يا نسم، ما تبقوش نسمة قوي كده. العصير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل بلع عصير من خد العصير. قربي لي الفول. يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول. لا ده حاجة تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نية. ونزلت كده. عسل يا حاج. كنت يا
ايديا برضو. لا 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 لا، اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمة وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شيء غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم دي. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم بيوجعني كتير يا فواز. ما توهميش نفسك فعلا. وهو لاهلي كمان شغلين اللي بالي عم تقله ما حدا عم برد. ما هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بلاش الميه اديها العصير، بلاش الجبنه، بلاش الفل للحج يا ولاد. ها قلتلي مش فاهم. انهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصره؟ نهار والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلادي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبه هنفرجها غسلنا الوسخ على اول مره. ما تطلعيش زرابيني يا نهار وانت عارفاها. تسلمني يا اخويا زرابينك، تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه. مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه. اوعى انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس